ولو ما خدش شيء يديروا بالكم عليه. على هامش عملي كنت دائما اهتم بالخط العربي كهويه اللغه العربيه ونافذه نقدم فيها اعمالنا بالمجتمع الاوروبي والفرنسي. طورت بعدين نوع من الخط الي خاص فيني لانه يعني سويت خطوط كثير تقليديه زي العماني والفرنسي، بس هذا بضل بالتقليد، بضل واحد بنفس الاعمال التقليديه. حاولت اني اروح لخط ثاني اللي يميز شغلي، اللي اضيف عليه بصمه اضافيه بيكون كمان معاصر مع الالوان اللي بستعملها. اكثر ورشه ابداعيه كيف احنا ممكن من خلال احرف، من خلال الحروف العربية، من خلال أدوات جدا بسيطة ممكن إنه نعمل إشي جميل ونعمل إشي بسيط. الهدف من النشاط هذا هو التواصل ثقافيا خاصة مع أطفال البلد القديمة وأهل البلد القديمة، وشعار هذا النشاط هو أنه لا للاستيطان فليرحل المستوطنون، وهي أيضا فرصة للصبايا والشباب الموجودين اللي شايفينهم هذول انهم يتعلموا ويصير عندهم افاق اكثر في موضوع على الاقل الخط وموضوع الفنون اليوم.